شي شباب. الله يبارك. تحبنا نفاصل فاصل ودور. قمنا وقفة احتجاجية ولعدة مطالب، أن المطلب الأساسي والأهم هو الطرد لممثل العمال بدون أي سبب، ولهذا العمال طالبوا بالشركة تعاود ترجع هذا النقابي اللي انتخبوه. عندنا الحقرة، عندنا مصير مجهول للمؤسسة، أن المؤسسة تاعنا راهي بدون مشاريع. احنا عمال كشركة كاوتال، عندنا خدامين هنايا في ترام محددة، هي عامين، والقانون الجزائري يقول لك يديباس العامين ولا يوصل العامين يترسم. هنا عمال هادو ما رسموهمش، حوزوهم لعدد كثير، تما منهم كان عمال عاودنا رجعناهم، كان عمال مازال مطرودين حد الان، والقانون يوجب عليه باش يعاود يرجعهم. والقرارات اللي يديرهم هنا الاداره ديالنا قرارات معظمها تعسفيه، ما عندها حتى صله بقانون العمل الجزائري. وكي نهضروا حنا الخدامين يهدوهم اشاك فوا لبناني بورسونتاج، لبناني بورسونتاج. حنا نطالبوا ونرجو من الشرفاء والمخلصين لهذا الوطن الحبيب انهم يتدخلوا لحل حاله هذا الوضع اللي رانا فيه. احنا عندنا مستثمر اجنبي اللي هو لبناني، السيد لبناني ما كانش مشكل جاي يستثمر في الجزائر، بس احنا واش حبينا؟ لازم مادام يستثمر في الجزائر وارض جزائريه يخضع القانون الجزائري، سواء قانون العمل 90-11 المتمم والمكمل ولا قانون الاستثمار الخاص، راهو في دوله جزائريه. طردونا اكثر من 50 عامل في الفتره هذه تاع الكوفيد، شباب تاع العمال اللي عنده عامين 3 سنين هنا في الشركه، وكاين عمال وعد اخرين بالكم متقاعدين وعاودوا لهم عقود وما يخدموش. المهم هذه داخله في التسيير الكارثي للمؤسسه.